أهلا بكم إلى آخر مستجدات الخليج العربي على قناة الحدث الإفريقي. صادقت الإمارات العربية المتحدة وتركيا أمس الأربعاء على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تساهم في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين. وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني الزويدي في تغريدة على حسابه بتويتر إن بلاده صادقت مع تركيا على اتفاقية شراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لتفعيلها. علق الجيش السوداني الأربعاء المباحثات مع قوات الدعم السريع التي انطلقت بمدينة جدة السعودية في 8 مايو الجاري، متهماً الدعم السريع بعدم تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات. وقال الجيش السوداني في بيان مقتضب: قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام الميليشيا المتمردة في إشارة للدعم السريع بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق والاستمرار في خرق الهدنة. وجه سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بإطلاق صندوق استثماري باسم صندوق عمان المستقبل برأس مال يبلغ 2 ملياري ريال عماني، أي ما يعادل 5.1 مليار دولار. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، جاء ذلك خلال ترأس السلطان هيثم بن طارق اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر البركة يوم الأربعاء. أتينا إلى نهاية الموجز، شكرا على وفاء المتابعة، إلى اللقاء.